بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة العشرين من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك. حياكم الله معالي الشيخ. لازلنا في باب نواقض الوضوء. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث يدل على أن من استيقظ من نومه فوجد البلل، يعني الخارج من ذكره، ولا يذكر أنه احتلم، فلا يدري هل هذا خارج من احتلام أو من غير احتلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، لأن النائم قد لا يحس، يخرج منه ويحصل منه احتلام ولكنه لا يحس به، فيغتسل من هذا الخارج. نعم. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. نعم. فهذا الحديث فيه أن من رأى أنه احتلم، ولكن لم يخرج منه شيء، فهذا لا يجب عليه الاغتسال، لا بد من أن يجد الخارج. مجرد أنه يرى أنه احتلم هذا لا يبنى عليه حكم، ولا يجب عليه الاغتسال. وفي الحديث الآخر: الماء من الماء، إنما يجب الاغتسال من في الاحتلام إذا أحس بخروج الماء، يعني خروج المني. أما احتلام يراه ودون أن يجد له أثرا فهذا لا يبني عليه ولا يجب عليه اغتسال. فيه أيضا مسألة ثانية، وهي أن المرأة مثل الرجل، إذا احتلمت بأن رأت في النوم أنها جومعت، فإذا وجدت ماء أو بللا فإنها يجب عليها الاغتسال. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. نعم. وهذا فيه أنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج، فإذا أولج ذكره في فرجها فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم يحصل منه إنزال. نعم. وله في رواية: ومس الختان الختان. نعم، مس الختان الختان، هذه مقيدة للرواية السابقة: إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني ومس الختان الختان، هذا هو الإيلاج، يعني مس ختان الرجل ختان المرأة، فهذا دليل على الإيلاج، فيجب عليهما الاغتسال. نعم. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
هذا فيه مقدار الماء الذي يتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم في غسله ووضوئه. كان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، يعني والمد ملء الكفين ممدودتين من الرجل المعتدل، فالصاع النبوي 4 أمداد، ويقدر الآن بالكيلو 3 كيلو تقريبا، ويتوضأ بالمد يعني ربع الصاع، فهذا فيه التقليل من استنزاف الماء في الطهارة والإسراف في الطهارة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأحوطهم في العبادة يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فالمسلم يكفيه ذلك، يقتصد في الطهارة ولا ينزف الماء ويكثر من صب الماء. نعم. وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، يعني هذا أقل من الصاع، 3 أمداد أو قريبا من ذلك. وفيه أن الرجل يغتسل مع امرأته، لا بأس بذلك، يغتسل الرجل والمرأة الزوجان من إناء واحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. نعم. وعن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر 3/3 المد. نعم، هذا أقل كمية توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من الماء، وهي 3/3 مد، والأكثر أنه يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. نعم. وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا. كما سبق فيه أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد، وأن هذا الماء يكون قدر الصاع، قدر الصاع فأقل. نعم. وعن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل رآه يغتسل بدون إزار في البراز، يعني في خارج البنيان حيث يراه الناس، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وخطب وقال إن الله حيي ستير. هذا فيه وصف الله بالحياء، وصف الله جل وعلا بالحياء، ويليق بجلاله سبحانه وتعالى. ستير يعني يستر على عباده ويحب لهم الستر. فإذا اغتسل أحدكم، نعم، فليستتر، يعني ليكن وراء شيء يستره من جدار أو شجرة أو غير ذلك مما يواريه عن الأنظار. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا بين أيوب يغتسل عريانا الحديث. هذا فيه دليل على أن للرجل أن يتجرد من ثيابه عند الاغتسال، لكن لا بد أن يكون في مكان مستور ولا يكون في البراز، يعني في
الفضاء ويراه الناس. وأيوب هو نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي بالمرض، شكى إلى ربه فرفعه الله عنه، شكى إلى ربه فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. فأيوب عليه السلام ابتلي بالمرض وصبر وشكى إلى الله، فدل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. ويعقوب عليه السلام يقول فصبر جميل، ومع هذا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، دل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. وهذا أيوب عليه السلام ابتلي فشكى إلى الله، قال مسني الضر، فالله جل وعلا أجاب دعاءه وشفاه من هذا المرض. لكن الشاهد أنه تجرد لاغتساله، فدل على أن المسلم له أن يتجرد للاغتسال، ولكن يكون في مكان مستور عن الناس. نعم. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه الناس. نعم، يعني أنهم لا، تقول أنا ما عندي أحد وتتعرى، بل الله جل وعلا مطلع عليك، وهو أحق أن تستحي منه، فتكون في مكان مستور. نعم. وأخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام. نعم، موسى عليه السلام كان يغتسل في مكان مستور عليه الصلاة والسلام، بينما كان بنو إسرائيل يغتسلون بعضهم مع بعض في الفضاء، ينظر بعضهم إلى بعض، وقالوا إن موسى ما فعل هذا وكان يستتر إلا أن فيه آفة، إلا أن فيه آفة في ذكره، أنه آدر يعني كبير الحجم. فالله جل وعلا أراد أن يبين كذبهم وبراءة موسى عليه السلام. بينما كان يغتسل وضع ثوبه على حجر، فالحجر هرب بالثوب فخرج في أثره، يضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، والناس ينظرون إليه، فعرفوا أنه سليم وأنه ليس فيه آفة، وإنما فعل هذا من باب الحياء والتستر عن الناس. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء. نعم، كذلك إذا أراد أن ينغمس في ماء فإنه لا يخلع ثوبه قبل الانغماس، بل يرفعه مع الانغماس حتى يكون تجرده من ثوبه يستبدله بستره بالماء. نعم. وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين، وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان، وقال إن للماء سكانا. نعم، وهذا فيه أنه يستحب له أن يدخل الماء وعليه الإزار، يغوص في الماء وعليه الإزار، وهذا أتم في الستر، لكن لو دخل بدون إزار فإن الماء يستره. نعم، يكفي هذا، الله أعلم. نعم. قال إسحاق وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثما، ويحتج بتجرد موسى عليه السلام. هذا من عادة السلف التورع، وأنهم لا يجزمون بالحكم، وإنما يقول أرجو، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله يكثر من قول أرجو كذا، أرجو كذا، أو لعله كذا، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعفهم ثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس والمجلس العشرين من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي تفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله. السلام.